هذا المشروع بيعمل على إظهار التراث الفلسطيني بأفكار وتصاميم حصرية لا يوجد مثلها في العالم. طبعا سخرنا هذا التصاميم على الهودز الشتوية وعلى التيشيرت الصيفية. طبعا أنا ركزت أغلب تصاميمي على خريطة فلسطين، وحبيت أنا أميز خريطة فلسطين بالنقوش التراثية واستخدام الدلالات الفلسطينية مثل الكوفية على هاي الملابس الشتوية والملابس أيضا الصيفية. لاقت إقبال كبير هاي الهودز الشتوية سواء من قطاع غزة أو سواء من خارج قطاع غزة. طبعا إحنا قدرنا وبحمد الله نوصل كمية كاملة في الضفة الغربية في الخليل وكمية في جمهورية مصر العربية، وطبعا لاقت إقبال كبير من جميع دول العالم، حيث إحنا بنوصل هاي المنتجات لجميع دول العالم. وصلنا لأمريكا، لهولندا، لتركيا، وللسعودية، ولأغلب الدول العربية. نظرا لصعوبة دخول الأراضي الفلسطينية على المغتربين، كثير من المغتربين طلبوا مني هاي الهودي من الصفحة انستغرام. كثير من المغتربين حبوا يميزوا حالهم ويميزوا نفسهم في دول الغرب، وهذا استنتجته من انه كثير من المغتربين اكدوا انه بدهم كميات كويسة حتى يلبسوا هم وعائلاتهم ويميزوا حالهم في دول الغرب انهم فلسطينيين.